الاهلي مثل لك عقده خالص على الاطلاق. دي احسن ماتشات تعملها ضد النادي الاهلي، الماتشات اللي بيبقى فيها بتثبت فيها وجودك، وبتثبت فيها للجماهير ان انت حارس كويس، وبتثبت بيها لنفسك ان انت على المستوى المسؤوليه، وبتكتشف فيها نفسك. الماتش اللي انت ما تنساهوش، هل ماتش طاهر ابو زيد؟ لا يا كحسين السيد بالعكس، ماتش تاني غير بتاع طاهر ابو زيد. على فكره انا كنت كويس انك فكرتني دلوقتي الماتش دوت. طبعا احنا عارفين الاربعه الكبار بتوع النادي الاهلي بعد ماتش ده بما فيهم طاهر ابو زيد بطلوا، محمود صالح وعلاء محمود وعلاء ميهوب ورابي ياسين الماتش ده سبحان الله والله حقيقي فعلا. انا في الشوط الثاني احنا الماتش ده كان كاس والنتيجه لسه تعادل ورايحين نلعب بكسرا تايم، لعيبه النادي الاهلي في الشوط الثاني تعبوا من اللعب بتاعنا، بقينا نسمع منهم والكلام ده ممكن تقدر تساله كلهم الحمد لله احياء يرزقون يعني. خلصوا الماتش بقى، حرام عليكم كفايه كده، هاتوا جون وخلصوا يعني والله. انت ده حقيقي. ورضا مش بيجي لك هنا على طول كل يوم، اسال رضا لوحده في الجون اللي جابه كان بيتقال له ايه في الملعب. خلصوا الماتش يعني هم مش قادرين طبعا، بس سبحان الله يعني له في ذلك يعني لعيبه النادي الاهلي في نهائي كاس مصر، الماتش ده كان هو ده ما كانش ايه؟ نهائي، ده كان قبل النهائي. قبل النهائي انا اسف، مش فاكر والله نهائي ولا قبل النهائي، بس في الماتش ده بالتحديد. في الماتش ده اعتقد ان هو ايه، كان 91 ولا كان والله مش فاكر بقى 92 طب نحاول 93. نتاكد ده كان حد امتى يتاكد لنا من التواريخ. اه بالظبط. انما اتقال لنا الجمله دي كتير من كذا لاعب يعني مش واحد بس. مين من اللعيبه اللي لا اللعيبه بقى كتير يعني في الملعب. ماتش طاهر ابو زيد، ماتش طاهر ابو زيد وحسين السيد معروف. فلا ماتشات الاهلي تبقى ماتشات جميله، ماتشات جماهيريه. الجماهير بص اي ماتشات فيها جماهير بتديك حماس وروح مختلفه تانية عن لما تلعب في ماتش مش عايز اقول يعني تعبان او ضد فرقه تانية، انت نفسك كمان بتتالق وبتحاول تثبت وجودك لنفسك. فكانت ماتشات بتبقى حلوه واحنا كنا بنحبها، وانا شخصيا كنت بحب الماتشات. كان نهائي كاس مصر 92. 92 طيب 92 انا بقى اللي انا عايز افتكره اول مباراه ليا ضد النادي الاهلي. دي كانت مباراه مع اننا خسرناها 1-0 بالهدف بتاع علاء عبد الصمد، دي كانت اول مباراه ليا وكانت ليها ملابسات كده. كانت شوطه اعتقد شوطه، هي قالش علاء ما بيشوطش، علاء بيلعب باك رايت. علاء على فكره كان من جيلي ولعبنا مع بعض منتخب مصر ناشئين 17 سنه حبيبي يعني علاء، وشلطها وراح طلعت جت في العارضه ودخلت جون. الماتش دوت انا ما كنتش طبعا لسه اول مباراه ليا ضد النادي الاهلي، الماتش ده كنت انا لسه رايح النادي، كان تقريبا 91 او 92 مش متذكر، وكنت بقعد احتياطي لايمن طاهر في ماتشات الاهلي يعني لسه برضه حته المجازفه ان هم يلعبوا حسين السيد في مباراه اهلي اول ما جه كده كان بيبقى ليها حسابات. ايمن طاهر اتعور وجاله وتر اقيلس وهو بطل حتى كمان بعدها، فطبعا انا لعبت. والمصادفه كمان ان كان برضه نادر السيد كان بيلعب من عندنا في 19 سنه وما كانش في حد احتياطي، فجبناه نادر السيد يطلع ليه يقعد احتياطي، ودي كانت اول مباراه ليه هو كان يقعد احتياطي وانا اول مباراه ليا العب ضد النادي الاهلي. الناس ما تعرفوش ان بطوله افريقيا اللي الزمالك خدها 93 من كوتوكو كان الكابتن حسين السيد ليه دور كبير جدا في مباراه الذهاب اللي خلصت 0-0، وثم مباراة العودة برضو اللي خلصت بنفس النتيجة، وبعدين حضرتك اتغيرت ونزل نادر علشان ضربات الترجيح. أنا ما انساش في مباراة الذهاب في كورة أنت حضرتك صدتها أو جبتها تقريبا كانت خلاص هتدخل الجول وجبتها بشكل غريب جدا. أنهي واحدة ده كلهم كانوا هيخشوا؟ أنا فاكر إن الماتش دوت كان في 18 يعني. في الشوط الثاني فعلا كان اغلبيه اللعب في ال كانت المباراه دي في رمضان. والله مش فاكر يا كابتن. لا انا فاكر لو انت فاكر ممكن تكون كده، بس اللي انا فاكره ان هي فعلا من احسن مباريات احنا اديناها كتيم يعني، وطبعا بالنسبه لي لان احنا بنلعب فرقه كوتوكو. كوتوكو في الوقت ده او في الجيل ده كان عندهم 7 لعيبه، واحنا على فكره اشترينا جو كيري بعد الماتش دوت اللي هو الهد نمره 9 8 او 7، كان ساعتها احنا اشترينا كان فيهم 7 دوليين، كان الباك رايت والباك ليفت وكيري وواحد في نص الملعب واثنين الفراوده. لا كانوا فرقه جامده جدا، واحنا برضو كنا كذلك، احنا كنا برضو عندنا 7 8 من نادي الزمالك منتخب مصر. فكان المباراه متكافئه، انما هم كانوا طبعا طمعانين ليه؟ لان هم كان دي اول مباراه بنلعب في كوماسي بعد الكارثه بتاعت 5-1 اللي كانت في قبلها بسنتين او البطوله اللي قبلها، ف
فطبعا هم كانوا هناك يعني ممهدين وكان عندهم عشم وامل كبير قوي ان هم يعيدوا نفس النتيجه او حتى يقربوا لها. يعني ما كانش في ذهنهم او في حساباتهم ان هم يخسروا او يتعادلوا، يعني التعادل ده بالنسبه لهم كان خساره، وما كانش في ذهنهم خالص ان هو إن نطلع من الملعب ده بنتيجه غير الفوز. الكلام ده عرفناه من اوكيري لما انضم لنا، قال لك انما الدنيا انتوا قلبتوا زي ما تقول قلبتوا الترابيزه وقلبتوا الموازين وعملنا حاجات، يعني الحمد لله ربنا وفقنا وان احنا خدنا البطوله. كان حسين السيد بيخاف يصد ركلات ترجيح ولا كان نادر السيد مميز فيها فبالتالي كان بيتم الدفع بيه افضل؟ يعني هقول لك البدايه كانت في المباراه دي او في البطوله دي بالتحديد، وكان الكابتن جوهري كان موجود، وطبعا التغيير لما حصل ما كانش فيه يعني انا مش متمهد لي ان لما يحصل ضربات جزاء لان ما بتحصلش خالص يا كابتن اسلام، ان في حارس بيبقى مكمل الماتش كله 90 دقيقه وبعدين يجي عشان ضربات الجزاء يخرج. لا الموضوع كان مختلف خالص وكان جديد حتى انا فوجئت بيه. انما طبعا بص يعني انت كلاعب كبير في الوقت ده ما ينفعش غير انك تتبع التعليمات، وبعدين لان في المدير الفني تبقى تعرف. يعني انت اتفاجئت بال كلنا اتفاجئنا، اتفاجئت بتغييرك. انا ببص فاضل دقيقتين وبعدين لقيت في تغيير، فانا ببص انا افتكرت جابوا لنا التغيير ده يعني مشهور جدا يا جماعه، حسين السيد كان خارج في نهائي افريقيا 93 انا افتكرت ان في لعيب ونادر اللي كان ناس، يعني انا وانا واقف ولقيت ان في تغيير من بره فانا افتكرت ان في لعيب عمري ما جاش في بالي خالص ان انا اللي هغير، يعني ما كانش قايل لك قبل بس بص مفيش خالص، بصيت كده لقيت نادر اللي واقف ماسكه كابتن سمير السيد الله يرحمه، فعرفت ان الجون اللي هيتغير فطلعت خلاص انا ده هيغيروني انا فانا طلعت وطبعا سلمت على نادر ولازم احمسه، نادر كان لسه برضه يعني صغير واو فحمسته وشديته ما عملتش ازمه لا 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 مش بتاع ازمات يا كابتن اسلام، المهم في الاول وفي الاخر ان انا اكسب البطوله واشيل الكاس. مين شاله ومين احنا ما انا ساهمت فيه، ما انا لاعب هناك ولاعب هنا. فهو الفكره ان احنا نعرف بس وجهه النظر بعدين والله. هو كابتن الجوهري مهم نادر نزل وصد ضربات الجزاء بعد الماتش على طول مباشره، طبعا الكابتن الجوهري مستوعب اللي فيا، ودي كانت ميزه في الكابتن الجوهري، كان دايما بيقرا اللعيبه ويقرا اللي في ذهنهم وبيفكروا فيه طبعًا. بعد الماتش على طول قال لي تعال رايح فين، انت طبعا شفت اللي حصل طب انت طبعا عايز تعرف ايه وجهه النظر، قلت له بصراحه ما اكذبش عليك مفيش حد كده في الدنيا بيعمل، بل بالعكس الناس بتخاف تعملها. ليه؟ لان اللي جاي من بره ده مش عايش المود يعني اللعيب اللي كان بره، وخاصه لما يبقى حارس المرمى مش عايش المباراه، فبنسيب دايما اللي بيلعب على اساس انه عايش الجيم وحافظه وسخنه وفي حاجات كده اعتبارات ثانيه. مباراه الذهاب ومباراه العقل. قال لي بص انا لعبت على حاجه واحده وربنا وفقنا فيها. قلت له ايه يا كابتن جوهري؟ قال لي انت لما بتغير حارس المرمى في اخر الدقائق مردود ده او رد فعله على الخصم ايه؟ قلت له هيقولوا ان الراجل ده بتاع ضربات جزاء بس. قلت له هو قال لي هو انا لعبت على كده، عايز اوصل لهم ان اللي نازل ده بتاع بلينات، يعني هيصد بلينات، فانا كده اربكهم وخليهم يعني متكهربين، لان هو داخل الله ده الجون متغير، ده الجون ده بيقولوا عليه بتاع ضربات الجزاء، فهو لعب على الحته النفسيه ديت على لعيبه كوتوكو وقد كان. الجوهري هو افضل مدير فني انت اتدربت معاه؟ لا في المنتخب لا، لان كان دايما يعني انا لا منتخب او الزمالك، لان هو طبعا لما لعبتش معاه في المنتخب للاسف كتير، يعني هي انا بتكلم على الزمالك. لا كان افضل مدير فني اتدربت معاه الله يرحمه ديف مكاي. ديف مكاي طبعا كان في ده كان حاجه مختلفه، الفتره اللي انتوا خدت فيها البطوله في 87 اعتقد اول بطولتين لا 90 91 بطولتين 91 92 92 93 خدنا اثنين دوري ورا بعض. الثمانينات دي كان باركر مع ده باركر كان 86 ده كان لا 87 ده كان الكابتن عصام بهيج ودي السنه اللي انا رحت فيها خدت فيها دوري وكاس وافريقيا. اول سنه رحت فيها نادي الزمالك خدنا فيها ثلاث بطولات. فهو ديب ماكاي الاسكتلندي يمكن عشان كان بيطبق المبدا بتاعي، كان بيشتغل في صمت يعني كانت الناس بص يعني من الذكاء والدهاء يعني خبر راجل خبير، يعني سيب الناس تتكلم، سيب اللي يتكلم يتكلم واللي يصيط يصيط واللي بتاع كان عارف اللي بيطلع يصيط وبروباجندا ويقول لك انا اللي بعمل وانا اللي بسوي وانا اللي بعمل، وهو عارف كل حاجه وبيقرا ومتابع ويسيب الناس تتكلم وهو بيشتغل في حاجه. افضل مدرب حراس مرمى دربك كان مين؟ عماد المندوه بدون شك. عماد المندوه بص ليه مواقف برضه يعني مش للا شيء،
اول ما مسكنا عماد المندوه يعني جه مسكنا من بدري بعد 87 لما انا رحت هو ما كانش موجود، هو مسك الموسم اللي بعدها. انت تعرف لما بتبقى رايح في حته جديده الدنيا ما بتبقاش سهله، بتتحارب وبتبقى في ناس عايزه تلعب ناس على حسابك، فالحاجات دي كلها احنا بنبقى قاريينها وبتبقى حاسينها وبنبقى عايشينها، فانت لازم بتحارب برضه وبتكافح. هو كان مقتنع بحسين السيد وبيوفر له الفرصه انك تلعب عشان تبين امكانياتك، ما كانش بيعمل اكتر من كده. سيبك من النواحي الفنيه مش هنتكلم فيها، فهو كان بيعمل دي. انت لما بتروح في فرقه جديده هتلاقي الناس اللي بتتعامد ان ما تديكش الفرصه عشان انت ما تبينش نفسك، عشان ما تركبش، عشان ما تكملش. ده ديف مكاهي طبعا الله يرحمه فدي يعني كانت المشكله اللي هو كان بيحلها، بالاضافه الى حاجه تانية كبيره مع ان هي ما كانتش في صالحي بس في صالح النادي، في صالح المستقبل، هي حته ان مش ان انت اللي هو ما حدش عارف يطبقها الى وقتنا هذا، حته ان انا ونادر كنا بنلعب بالتبادل، هو ما كانش بالتبادل عشان الناس ما تفتكرش ان هي كانت ماتش ماتش، كانت ماتشين ثلاثه ماتش ماتشين ثلاثه، كانت انما الاثنين كانوا متواجدين ودي كانت حلوه مع انها ما كانتش في صالحي انا اللي بلعب. مين مين المدرب اللي حارب حسين السيد؟ بس ما فيش خلاص بقى اللي راح راح، ما ينفعش لا يعني اشكر اسامي. او ليه مواقف كانت سببت ان تكون في مشاكل اساسا بدون ذكر اسامي، انما انا لخصتها لك. هو انا راجل جيت كان مدرب حراس ولا مدير فني؟ ده وده، ما هو برضه مدير الفني معلش هو بيسمع لمدرب الحراس. موجودين دلوقتي ولا يعني موجودين داخلين الزمالك دلوقتي؟ خلينا نقرب رايحين نقرب. كنت في فريق الاحلام صح؟ مش طبعا اللي كان بيحاربوك كان وقتها ماشي. لا خلاص فريق الاحلام خلاص اللي حاربوني هم سنة مش غريب 90 بس و90 بس 89 90 ده يعني الحرب بتبقى في اول سنه لغايه ما ركبت وخلاص بعد كده الدنيا مشيت. 89 كان موجود ايه ايمن طاهر ولا طارق عبد العليم؟ ايمن طاهر وطارق عبد العليم كنا احنا انتوا الاثنين حراس. كان مين يا جماعه هتقولي المدير الفني 89 90 ومدرب الحراس؟ مدرب برازيلي يلا كان مين؟ كارلوس؟ كارلوس كارلوس هو اللي كان بيحاربك. ومدرب الحراس كان مين وقتها؟ والله ما فاكر. كابتن حسين خلص. انت كنت عايز تقول سؤال. طيب كابتن حسين يعني كنا بنتكلم